حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول صاحب الكلام: قصت الدنيا حكرتها بمقياس، وتعطيت أمور بالعقلية، وصلت لمصر والعراق وفاس، وتفرجت في توارخ الزمنية. اخطى النفس، اتجنب الوسواس، كف لسانك ما تجيك هذية. بغير فصالة ما يكون الباس، بغير شجاعة ما تحوز مزية. كل بنيان يحب غرق الساس، بلا مال ما تعملش فانتازية. واللي يشد مع العباد الباس، هاك ما يكساب إنسانية. واللي ياكل من زرع الناس، يعمل زرعه على مرير ثنية. وهالبيت الأخير هو محل حاجتنا اليوم. هالبيت فيه تضمين للمثل الشعبي اللي يقول: يا واكل زرع الناس خلي زرعك على الثنية، يعني اش تعمل يعمل لك. الله سبحانه وتعالى حرم الاعتداء بكل أشكاله على حرمات الآخر. يقول في سورة المائدة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حرم كل أشكال الاعتداء أيضا على حرمات الآخر، وقت خطب الناس وقال أو ما معناه: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهالمبادئ اللي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام عندها أكثر من 1400 سنة، وهي المبادئ نفسها اللي أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في القرن العشرين. يقول أحد الشعراء في شأن الظلم: وحق الله إن الظلم لؤم، وإن الظلم مرتعه وخيم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. عصرنا هذا زاد فيه احتكاك الإنسان بأخيه الإنسان، وتكاثرت فيه فرص الاختلاء والانفراد بين الجنسين من غير ذوي المحارم. المرأة مثلا تكون في سيارة التاكسي منفردة مع السائق، المريض يكون مع الطبيبة، أو الطبيب مع المريضة في غرفة العيادة، الموظف والموظفة فرد مكتب النهار وما يجي بالنهار. وهوني ما ثماش ما يحمي من الوقوع في المحظور غير التعفف، غير إرجاع الاعتبار لقيمة اسمها الشرف، غير الخوف من الله، الخوف اللي يقاس سيدنا يوسف عليه السلام من الوقوع في المحظور. يقول المولى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم مثل شرقي يقول: دقة بدقة ولو زدنا زاد السقة. والسقة هو السقة وهو الطراق، والطراق هو اللي كان يجيب الماء للديار. بكري قبل ما تدخل الشيشمة، هي دخلت الشيشمة في بداية القرن العشرين، كانوا الطراقة يكركروا الماء من الناصرية على البهايم في القلال وعلى كتافهم، وفي الأخر عملوا هكا زوز قزادر ويعملوا هكا كيف الزدل، ويعمل كيف الوسادة على رقبته ويربطهم بخيط هكا القزادر، ويبدأوا قزدرية على اليمين وقزدرية على اليسار. وكل دار تقريبا تلقى عاملين في السقيفة، السقيفة البرانية، يعملوا محبس وإلا وعاء ويصبوا الماء، ويدخل الطراق ويصب الماء في هكا المحبس في هكا الوعاء، ويجي على الباب ويعمل هكا شلطة، واخر الجمعة يعمل الحساب ويتحاسبوا على عدد الشلطات، هذوك هما عدد الطرق ويخلصوه. يحكيوا على تاجر قماش، جاته مرأة تشري قصة، وسوسلو الشيطان
هو زعما يفرش فيها باش يلمسها من يدها بنية مش صافية. وقت رجع لدارو يلقى مرته متغيرة، ما هيش قد بعضها. اش بيك يا مرا؟ قالت له هالطراق ما عاش يجيب لنا الماء، وما علي كان ترانا طراق اخر. قال ليه؟ رجل توا يخدم معانا قداش مرينا منه كان الباهي. قالت له اليوم ما عملش الباهي. قال يا اخي شو عمل؟ قالت له جاي باش نخلصه، مديت له الفلوس شد لي يدي. هكا الراجل يعوض يتغشش ويتحمس، تبسم. قالت له يا اخي ايش بيك؟ يا اخي انت راجلي ولا شكون؟ قال له راجلك. قالت له ما لا انا نقول لك الطريق شدني من يدي وانت تضحك. قال لاش نقول لك يا بنت الناس، اليوم جاتني مرا للحانوت وهي تتفرج على القصايص، وانا غرت بيا نفسي وعملت روحي نفرج فيها وشدت لها يدها. اي ترى وريني كيف شد لك يدك. قالت له شدني يدي لهون. زادت حك وقال لك كيما شديت انا المرا اللي جات للحانوت، يعني لو كان زدت مديت ايدي القدام شويه راهو الطريق زاد مديد القدام شويه، واش تعمل؟ يعمل لك ويرحمهم كيف قالوا، يا واكل زرع الناس خلي زرعك على الثنيه. وعلى امل ان نلتقي مجددا استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.